دايما نتذكر انه كلنا للوطن مش كلنا على الوطن. اليوم رح نحكي عن موضوع اساسي جدا وموضوع رمزي للبنان واللي هو نشيد الوطن اللبناني على يوتيوب مع جان. جان صباح الخير. صباح النور. يعني للاسف الشديد مثل ما هيك كانه واحد قاعد بهالبلد قديش حلو وقديش بضل فيه هيك اشياء يمكن مشدات واشياء ومشاكل ومصاعب وانفجارات وتفجيرات ارهابيه وغيرها بتخلينا دائما نرجع نوقع بالحزن ونرجع نجرب نلملم جراحنا مثل ما بنقول ونرجع نوقف على اجرينا من جديد. انما اليوم حبينا نركز بشكل كثير هيك مفصل على نشيد الوطن اللبناني اللي كلنا موقف وكلنا هيك مثل ما بيقولوا بنحس حالنا متمسكين مع بعض لما بنسمعه. صحيح. يعني بتعرفي كيف غيدة، اول شيء بحب اوجه تحيه واكيد بحب اعزي كل اللبنانيه بالحادثه اللي صارت. اكيد. واكيد حاسه كثير مؤلمه حتى بحي المنطقه عم بتصير حتى وين ما عم بتصير. بدلنا يعني وطن واحد وبتعرفي لبنان صغير. صحيح. يعني والجرح واحد. جرح واحد، مشان هيك يعني بتعرفي كيف بلبنان دائما، يعني انا بشوف من اصحابي او بتشوفي من الناس اللي حواليك دائما بيقولوا لك البلد وين رايح، شو ما يصير، بيقولوا لك البلد وين رايح، بس بيدلون حتى يعني الشخص اللي بيقول لك انا بدي هاجر بدي فيلم ورا الوضع، بيرجع بيوصل يعني مثل في مثل مثل بيقول ما فيك تكون قاعد بلبنان وعم بتنق واول ما توصل على كندا تسمع فيروز. عرفتي كيف؟ بلبنان قد ما يصير في عندك مشكلة قد ما دائما نركض على الوطن، دائما نركض نجتمع. واكيد بحب هون مثل ما بعرف اذا رسالة بركي انسانية انه عن جد خلي اللبنانيين ينضبوا على بعض، ينضبوا مع بعض، يوقفوا لهالوطن. واكيد يعني بتعرفي بإرادة الشعب فينا نتخطى كل شيء. اكيد. مشان هيك قررنا اليوم نحكي عن نشيد الوطن اللبناني. نشيد الوطن اللبناني اكيد يعني هي بركي من اول اغاني نتعلمها نحن وصغار بالمدرسة، من اهم الاغاني اللي عندنا اياهم. يعني ما في بعتقد لبناني ما بيعرف نشيد الوطن اللبناني كامل، وببلاد برا بتعرف ما بيكون هالقد عنده اهميه، بس نحن النشيد تبعنا في عنده هالاهميه. بتشوفي من جذور من جذور الشخص كيف بيتربى على هالغنيه، بركي اول غنيه عربي بنغنيها. اول فيديو معنا اليوم على يوتيوب هي استراليا، قرروا يعملوا نشيد الوطن اللبناني. بتعرفي باستراليا عندك جاليه لبنانيه كثير كبيره، قرروا يعملوا غنيه نشيد الوطن اللبناني. بتلاحظي عم بيغنوا على لهجه مش لبنانيه، على لهجه استراليه انجليزيه شوي. وفي عندي كمان خلص مش رح احكي، خلينا نحضر فيديو مع بعض. يعني بتعرف مع صعوبات اللهجة اللبنانية واللهجة العربية بنعرف قديش صعبة لشخص عايش كل حياته بأستراليا. صح. مع انه جذوره لبنانية بس عم بجربوا وعم بيحطوا هالمجهود الكبير حتى يقدروا فعلا يحسوا حالهم بينتموا لهالوطن اللي صح هو لبنان. صح. يعني هي حتى بتلاحظي في عندك مختلف الناس، يعني اربع ما بعرف 30 40 شخص عم بيغنوا نشيد وطن لبناني وتركب المونتاج فيديوهات مع بعض عملوها بالاخر بيعملوا الارز اللبنانية. حبينا نركز على هالفيديو اكثر شيء لانه بحب اركن اعملها مثل هالحركه. يعني هلا اللي عم يحضرونا اذا كل واحد فيه يعمل يغني نشيد الوطن اللبناني على يوتيوب يحطه على يوتيوب وبركي نحن بنعمل مونتاج. اكيد. عرفتي كيف؟ لانه باستراليا وعم يعملوا هيك عم يفرجوك قد ايه بحبوا الوطن، قد ايه عندهم انتماء للوطن. حتى في بركي ما بنعرف ناس ما بحياتهم زايرين لبنان. مزبوط. ما بحياتهم، بس بتعرف مثل ما بقولوا اللبناني وين ما تحطيه بجوائف اللبناني يعني وين ما تحطيه بدلوا عنده. بتعرفي انه شخص لبناني، بتعرفي انه شخص ما بعرف مش نحن غير عن البعض عن الناس الثانيين. بقى مشان هيك يعني حبينا نحد هالفيديو ونشدد عليه نفرجي انه حتى باستراليا ناس لبنانيه عم بيغنوا للبنان. اكيد انا بشجع الناس اللي عم تحضرونا تعملوا فيديو، انا رح بلش انزل فيديو وغيدة رح تنزل فيديو كمان. فينا نعمل مونتاج اذا بدكم يكون اطول بشوي كمان وعلى لهجه لبنانيه. صحيح. ثاني فيديو
في عنا بتتذكري من سنتين كان في نافيا مجود لفرانكوفوني مزبوط بلبنان، وقرروا يغنوا نشيد الوطن اللبناني، اوركسترا كبيره كانت، خلينا نحضرها مع بعض. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture des 6e Jeux de la Francophonie, Beyrouth 2009. سيداتي سادتي اهلا بكم الى حفل افتتاح الدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية بيروت 2009. Merci de vous lever pour écouter l'hymne national de la République libanaise. سيداتي وسادتي، النشيد الوطني اللبناني. هاي نتذكر كلنا قديش هيك نهارتها كان قلبنا كبير، لانه مبسوطين انه فاينلي يعني احد احلام الرئيس الشهيد رفيق الحريري تحققت ووصلت الالعاب الاولمبيه. صح. الالعاب الفرنكوفونيه، وهذا كان ال سيزيام جوب السادس، الحفل السادس للالعاب الفرنكوفونيه. صح. ونعمل بلبنان، اكيد نعمل بلبنان بحضور ورعايه فخامه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل سليمان، وايضا دوله الرئيس سعد الحريري كمان كانوا موجودين. صح. أكيد. وكنت انا موجوده بتذكر كمان مع اولادي وبعدها لهلا هيك بنحس قديش في هيك يعني قديش انبسطنا وكنا فخورين بالمدينه الرياضيه وقتها. اكيد كنا فخورين بلبنان ببيروت يعني استقبلت هيك شيء. وبتلاحظي هون حبينا نشدد على طريقه، يعني اول فيديو عندك ناس عم بيغنوا باللهجه الانجليزيه، ثاني فيديو في عنا عم بيغنوا بطريقه مختلفه تماما نشيد الوطن نحن بنغنيه، يعني في كثير طرق بيتغنى النشيد الوطني اللبناني بس بضلوا يعني شغله واحده. صحيح. تالت فيديو معنا هو مونتاج عن ثلاثه فيديو في رايان وجوزيف، اولاد عمرهم سنتين ثلاث سنين، عم بيغنوا نشيد الوطن اللبناني. مثل ما قلت لك اول شيء، هبركه اول غنيه بنتعلمها، وقد ما كانوا يعني مبسوطين اهلهم فيهم عم بيغنوا نشيد الوطن، لانه كانوا لهم نشيد صعب فيه طويل، قد ايه نحن تعذبنا نحن وصغار تنتعلموا منيح لما نخربط. تعلموا، اهلهم انبسطوا فيهم كثير، حطوه على يوتيوب، ونحن عملنا مونتاج لثلاث فيديو، ثلاث اولاد عمرهم بين سنتين ثلاث سنين عم بيغنوا نشيد الوطن اللبناني، نحضره مع بعض. للوطن للعلا للعلم، منوعي للزمن سيفنا والكلام، من بدن الجبال كعبنا والأمان في سبيل الكمال. كلنا للوطن. جوزيف دوح. كلنا للوطن للعلا للعلم، بابا بابا من البعيد من السمن سيفنا والكلام، بابا بابا سهلنا والجبل منبت للرجال، كلنا والأمل في سبيل الكمال. كلنا للوطن للعلا للعلم، كلنا للوطن، بابا بابا Yeah.
مهضومة كثير البنت اخر بنت بتصير مهضومة اكيد وكله ما في شك انه المجهود حلو يعني ومثل ما قلنا يعني حتى لو بعض الكلمات بتكون مش مزبوطة صح. اوقات اكيد بس الرسالة مهم توصل وان شاء الله بيقدروا يتعلموه مزبوط لانه كلامه كثير حلو وبنرجع بس بنشدد وبننوه انه هالنشيد الوطني اللبناني اللي هو كلمات رشيد نخلي والالحان هي لوديع صبرا اكيد نحط جهد كثير كبير لحتى نعمل لانه مش سهل انه تقدر ترسخ نشيد وطني لبناني لكل هالسنوات بعقول كل اللبنانيين يقدر يجمعهم وين ما كانوا صح. بلبنان وخارج لبنان صح يعني هذه هي كانت حلقتنا اليوم اكيد حبينا نشدد مثل ما قلنا اول شيء عن نشيد الوطن اللبناني على اول شيء تاريخه عنه على اهميته كلبنانيه ويعني نحن بنغنيه بس يا ريت فينا نطبقه عرفتي كيف كذا انه حلو شيء نعنيه اوقات عن جد حلو اوقات نجتمع كلنا على هالوطن نوقف وقفه كلنا مع بعض وبركي نتخطى هالمراحل الصعبه حيلا بلد يقطع مراحل صعبه اكيد فينا نتخطيها مشان هيك انا حبينا الحلقه ترجع نذكر اللبنانيه بانتمائهم للبنان بالنشيد الوطني اللي بنغنيه نحن وعمرنا شفنا ثلاث سنين سنتين عم نغني نشيد الوطن اللبناني خلينا نرجع للنشيد الوطني خلينا نرجع للوطن و كليك كله بيرجع على طبيعته ولبنان بيرجع على طبيعته اكيد ان شاء الله يا رب مثل ما قلنا اليوم حبينا من خلال رساله نشيد الوطن اللبناني نقدر نوصلها ان كان باستراليا ان كان وقت الالعاب الفرانكوفونيه وان كانت ايضا عبر اطفال صغار حبوا يغنوا وينشدوا النشيد الوطني اللبناني اللي كلنا بنعتز فيه وكلنا بس نغنيه بنحس حالنا قديش عن جد عندنا هالرابط الكبير بيناتنا دائما نفكر انه مش بس النشيد خليه يربطنا كل شارع كل منطقه كل طائفه كل مذهب كل شيء موجود بلبنان يجمعنا ويخلينا كلنا نفتخر ونقول ونعلي راسنا بالعالي ونقول انا لبناني وانا لبنانيه جون احنا اكيد رح نرجع نشوفك بعد شوي ب غير موجه انما اكيد بعد دقائق رح يكون معنا الشيف فيصل باول محطه له بورشه ملح خليكم معنا